مع حلول الشهر الفضيل فاجأ النجم المصري تامر حسني جمهوره بقرار وهو عدم مشاركة أي أغنية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي طوال شهر رمضان المبارك. نشر الفنان وائل كفوري عبر صفحته على إنستغرام بعض مقاطع الفيديو من الحفل يلي شارك فيه غناء وهنى أمهات شهداء الجيش اللبناني، وغنى وائل كفوري باقة من أجمل الأغنيات المرتبطة بالوطن والأم. وكان لافت خلال هذه المناسبة حضور قائد الجيش العماد جوزيف عون وعقيلته السيدة نعمة عون وعدد من الفنانين أبرزهم جورج خباز ويوسف الخال. يعود المؤلف الموسيقي جيمانوكيون مرة جديدة للوقوف مجددا على أهم مسارح العالم، مسرح الأولمبيا بباريس، بحفلة تم تحديد موعدها ب 19 أيار المقبل. بدعوة من الأستاذ زياد عقل التقت رئيسة مهرجانات بعلبك الدولية السيدة نيلة دوفريج بترافق المسؤولة الإعلامية السيدة مايا الحلبي طلاب جامعة القلبة ببيروت، وذلك بهدف شرح أهمية مهرجانات بعلبك الدولية يلي عم تفتح أبوابها لكل الطاقات الشبابية والإبداعات اللبنانية، إضافة إلى التطور الكبير يلي شهدته هيدي المهرجانات بالسنوات الماضية.